نعم الختمة الثانية يا شيخ في سورة هود، لما سيدنا نوح قال ونادى نوح من ربه فقال ربي ابني من أهلي وإنه وعدك الحق، ورد عليه ربنا سبحانه وتعالى، هل رد ربنا عليه كان مباشرة يعني كلمه الله أم عن طريق الوحي؟ الله أعلم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. الله أعلم. شكرا. الله يكرمك.